انتوا الاثنين جاوبوا على السؤال ده عشان دي تاني ميداليه ليكم انتوا الاثنين. كان ايه شعوركم اول ما مسكت الميداليه؟ يعني انا اول كان شعوري اول ما مسكت الميداليه اول ميداليه اولمبيه، فرحان قوي ما شفته، قعدت اجري في الصاله واعمل بس انتوا بقى كتاني ميداليه كان ايه شعوركم بعد ما مسكتوا الميداليه؟ انا اول ميداليه كنت عامله زي كده، كنت مبسوطه قوي. انا بقول على اول ميداليه، انا ما كنتش الاول، اول ما قالوا لي يعني انا كسبت الميداليه البرونز، انا كنت بلعب على البرونز بس انا كنتش مبسوطه لان انا كنت دايما بجيب اول في كل بطولاتي، حتى اولمبياد الصين اللي هي الشباب جبت فيها اول، فما جبت تالت فلقيت كله بقى مبسوط وبهايص، قلت لا يبقى دي حاجه كبيره، فقعدت هايص معاهم. ماشي هو اللي ضايع. اولمبياد باريس انا كنت رايحه حاطه يعني هدفي على الذهب، وكانت ارقامي تسمح لي ان انا اجيب ذهب، فلما يعني ما حصلش توفيق وجبت الفضه انا كنت عماله اعيط جوه وزعلانه، فكله داخل مفكر ان انا بعيط عشان انا جبت الميداليه، لا انا بعيط عشان انا مش عايزه فضه، انا عايزه ذهب. بس لما طلعت بقى على المنصه واول ما مسكت الميداليه في ايدي، لا يعني الموضوع اختلف الصراحه. بص انا فاهم زي ما كل شويه بقول ان ايا كان لون الميداليه اللي انت كسبتها، ذهب فضه برونز، هي ميداليه اولمبيه، فشعورها اساسا لوحدها في حد ذاتها بقى انت لا يختلف تماما، بالظبط بيختلف تماما عن اي حاجه ثانيه. ناس كتير قوي كتبوا كومنتات يا عم دي لمسه، اللي هي اللمسه لو ما افرض اللمسه ما كانتش جت، بس هي جت ما هي بالظبط. هي عشان انا جبت ميداليه، في حاجات كتير زي ما الناس قاعده تقول، كان في ثبات، كان في تركيز، كان في انت واخد قرار انت هتخلص تجيب اللمسه دي ازاي. بس خلي بالك الميداليه الثانيه هتبقى اصعب من الاولى، هيبقى يعني انت في البدايه ما يعني توقعات يعني يمكن زي ما كنا بنقول ان احنا كمان حظنا ان احنا كان لعبنا في الاخر، وان احنا شايلين العالم في الاول البتاع في اول البعثه في حفل الافتتاح، فكانت التوقعات كبيره، بس الفكره في ان انت تقدر تحول يعني الضغوطات والحاجات دي كلها بالظبط الموتيف، ان هو يخليك انت عايز تحقق فعلا الميداليه وتخلي الناس دي فعلا مبسوطه، وان هي الثقه اللي هي حطاها فيك دي يعني الثقه في محلها، فاهم؟ فزي ما بقول لك يعني الميداليه الثانيه دي تاكد ان انت يعني اسطوره في اللعبه دي وتستحق، وان نام عمرها ما كانت بالصدفه ولا عمرها ما كانت. انا جاي لك الطريق، خلي بالك انا بقى الثالثه بقى ان شاء الله، يعني احنا الثلاثه في لوس انجلوس تبقى الميداليه الثانيه لمحمد والميداليه الثالثه لساره، الميداليه الثالثه ان شاء الله دي ان شاء الله.